مدير العمليات الأسبق في مفوضية الانتخابات الدكتور وليد الزيدي سيكون ضيفنا في هذا الملف. دكتور مرحبا بك. دكتور، هل ترى أن إجراءات احتساب الأصوات يعني صحيحة ودقيقة وناجحة، خصوصا في ظل اعتراضات كثيرة حول هذا الموضوع؟ شكرا جزيلا للاستضافة. الحقيقة يعني المفوضية سارت بمسار جيد وإحنا متابعين منذ بداية الاستعدادات للعملية الانتخابية، ولكن للأسف حينما وصلت إلى مسألة استلام النتائج وتبويبها كان هنالك عدم وضوح، ولا نشكك في نوايا المفوضية بقدر ما نقول أنه هنالك بعض الإجراءات لم تكن موفقة، ومنها 8200 محطة التي جرى عدوى الفرز يدويا لها في يوم الاقتراع في محطات الاقتراع بنسبة 5%، بنسبة واحد محطة لكل مركز اقتراع. هذه كان من المفترض طالما هي أرسلت في يوم الاقتراع أن تدرج مع بقية المحطات التي أذيعت في النتائج الأولية. لماذا حجبت؟ هذا السؤال المفوضية يوجه. أما 3600 وكسور محطة فهذه أيضا يجب التوقف عندها، يعني كيف هذه الأجهزة التي أجريت عليها 5 عمليات محاكاة وأعلنت النتيجة بوجود الشركة الناقلة، العفو، الشركة المصنعة والشركة الفاحصة والأمم المتحدة وفرق أخرى، وطبعا بوجود المفوضية بالدرجة الأساس، كيف يكون هذا العدد أكثر من 3500 لم يرسل عبر الوسط الناقل؟ لماذا؟ بعدين عصر الذاكرة يعني ليست من الصعب، لكنها أيضا دكتور إذا تسمح لي تحدثت عن وجود أكثر من 8000 صندوق أو محطة لم تفتح حتى الآن، هذه لم تذكرها المفوضية في المؤتمر. لا، هي مو ليست يعني لم تفتح الصناديق، هذه هي اللي ذكرتها بالبداية، هذه المحطات التي تم عدها وفرزها يدويا وتمت مطابقتها مع الفرز الإلكتروني في المحطات، والمفوضية قالت أنها 100% مطابقة بين العد اليدوي والإلكتروني، وأرسلت إلى المفوضية ولكنها أعلن عنها في المفوضية ضمن الجداول محجوبة. فإذا هي نتائجها موجودة جاهزة، يعني ما راح يعدون ويفرزون صناديقها. العد والفرز للصناديق من الصفر راح يكون 140 محطة فقط، اللي هذه لم ترسل عبر الناقل ولم ترسل عصي الذاكرة، فلذلك المفوضية أعلنت أنها تعد وتفرز من الصفر أمام المراقبين ووسائل الإعلام وفقا لاستمارة 42، وتدرج فيها النتائج وبعدين تحمل على عصي الذاكرة وترسل من الوسط الناقل عبر الأقمار الصناعية إلى السيرفرات في المفوضية وتدخل. فقط 140، أما 504 أخرى فهذه أرسلت عبر الوسط الناقل ولكنها لم ترسل عصي الذاكرة، 504 محطة المفوضية إجراها أنه أيضا راح تحملها على عصي الذاكرة وترسلها من خلال أجهزة العد والفرز عبر الوسط الناقل وعبر الأقمار الصناعية إلى مقر المفوضية لتدخل في السيرفرات وتحسب مع بقية النتائج. يعني هذه اللي متبقية دكتور، اللي إشكالية عدم الإرسال. هل لديك رقم محدد لهذه المحطات أو الصناديق التي لم تنقل أو لم تفتح حتى الآن؟ هو أنا ذكرتها أنه 140 محطة أعلنت المفوضية أنها لم ترسل عبر الوسط الناقل ولم ترسل عبر عصي الذاكرة، والمجموع ككل هو 3000، خلي أشوف لك العدد، 3037 محطة، منها 405 أرسلت عبر القمر الصناعي ولم ترسل عصي الذاكرة، وأنا ذكرت 140 محطات لم يتم خزن نتائجها على عصا الذاكرة ولم يتم إرسالها عبر القمر الصناعي. تمام. إذن هو العدد 3037 محطة، هذه المحطات
بالتأكيد عندما تكتمل عمليات الإرسال أو العدو الفرز من الصفر فإنها ستدخل ضمن النتائج، وطبعا هذا العدد كبير يعني ضمن النظام الانتخابي الجديد، الصوت الواحد غير المتحول، يعني التصويت لأفراد وليس لأحزاب، هاي تعمل تغييرات أكيد. يعني ربما يوجد بعض المتنافسين، الفائز الأخير عن الخاسر الأول ربما 5 و10 و20 صوت، فإذا إجى 30 صوت راح بالتأكيد راح يغير في المواقع. نعم، إذن دكتور في كل انتخابات نشهد حالة من الاعتراض على النتائج وهذا شيء طبيعي جدا، لكن هذه المرة الأمور ذاهبة باتجاهات أخرى كما يبدو. يعني هل تعتقد أن إعلان النتائج النهائية سيكون سريعا وربما ينهي هذه الاعتراضات؟ طبعا احنا خلي نقارن بين هاي الانتخابات والتي سبقتها منذ 2005. أول مرة يكون تصويت لأفراد، وسابقا كان لائتلافات وأحزاب سياسية، فكانت المفوضيات السابقة تعلن النتائج على مستوى الأولية على مستوى الكيانات السياسية، فما يصير إشكال يعني ما تذكر الأفراد، فمرحلة لاحقة عندما تكتمل النتائج تذكر الفائزين كأفراد وتفتح المجال للطعن مدة 3 أيام حسب القانون، وتستمر الإجراءات اللاحقة، نظر مجلس المفوضين بالطعون، الهيئة القضائية تنظر أيضا خلال 7 أيام، وبعدين تذهب للمصادقة في المحكمة الاتحادية. احنا الان يعني بيننا وبين النتائج النهائيه ليس اقل من 15 يوم اكثر، لان النظر في الطعون ياخذ مدد يعني مدرجه في القانون لا تستطيع المفوضيه ان تقفز عليها. يعني الطعن 3 أيام، نظر مجلس المفوضين يأخذ له بالطعن 3 أيام تقريبا، بعدين النشر 3 أيام بعد النشر، أيضا مثل ما ذكرت الهيئة القضائية إذا قدمت إليها طعون تأخذ لها 7 أيام، فهاي المدة للنتائج النهائية يعني معروفة. نعم دكتور، أنت مدير عمليات أسبق، يعني كيف إذا تسمح لي دكتور في سؤال أخير، يعني كيف وجدت إجراءات المفوضية مقارنة بالسنوات الماضية أو الانتخابات الماضية؟ يعني هل بالفعل نجحت في الحد من التلاعب أو التزوير في النتائج طبعا على الرغم من وجود هذه الاعتراضات؟ يعني بالتأكيد احنا ذكرنا في بداية الكلام أن المفوضية كانت ناجحة في كل الخطوات الإجرائية اللي قامت بها، وتنظيميا قامت بعمل متميز، ولكن لغاية تبويب نتائج الانتخابات يعني ظهر يعني عدم وضوح أدى إلى لبس وغموض، ويعني بدأت الانتقادات تتوالى على إعلان النتائج، هل هي هذه أولية نهائية أم أكو نتائج أخرى؟ وكان من الأفضل أن المفوضية تعلن أن النتائج الأولية التي ألزمها قانون الانتخابات في المادة 38 أولا على أن تعلن خلال 24 ساعة، وهي لا تستطيع أن تعلن خلال 24 ساعة، وهذا هو الخلل بين الجانب التشريعي والجانب الفني في المفوضية. كان تعلن قبل الانتخابات أنه راح يكون إعلان أولي لعدد من المحطات ويتبعه عدد آخر لأسباب مختلفة وتوضحها حتى يكون تصور وقبول لدى يعني المرشحين، الأحزاب السياسية، الناخبين، الجميع يعلم أنه راح يكون قسمين للنتائج وللأسباب التي تذكرها المفوضية، ناهيك عن النتائج النهائية المتعلقة بالطعون وغيرها. مدير العمليات الأسبق في مفوضية الانتخابات الدكتور وليد الزيدي. سيد الكريم، شكرا جزيلا لك.